ثم التجريم بين قوسين الذين وقعوا جريمة أو ضحية التجريم عندهم عبارة، واسمحوا لي على الصراحة، عبارتهم خربانة خربانة. أبوي نظل بسوء، والبيت نظرون نظرة دونية، والمجتمع خلاص كله رافضني، ينظروا لي كلهم مجرمين. بعض الآباء عنده ما تسمى بعين الذبابة، دائما فقط يركز على سلبيات الابن وعلى أخطائه وعلى جرائمه، ولماذا فعل هذا الأمر؟ على تكرار هذا الموقف يظن ذلك المربي أنه يحافظ على ابني، وهو لا يدري هو يدمر ذلك الابن، يقتل عنده شيء عظيم، وهو الصفة الأولى عند كل الناجحين، صفة المبادرة، صفة الضمير الحي، صفة الحياة.